يعني من وجهة نظري احلى جون جبته في حياتي جون حرس الحدود، اعتقد هو ده كان بالنسبة لي يعني افضل هدف انا احرزته. يعني والله افضل ثنائي معايا يعني اشياء كتير، يعني كان في البداية طبعا كابتن حسام حسن، وبعدين حازم كان موجود في نفس الفترة، حازم امام وعبد الحليم نفس القصة، وبعدين عمرو زكي جه وانا وشيكابالا برضو عملنا فترة كبيرة مع بعض، فأعتقد إن هو أفضل واحد كان فاهمني هما حازم وشيكابالا، يعني هما الأكتر يعني. حازم إمام طبعا أكيد يعني. أنا يعني وجهة نظري أفضل مهاجم في تاريخ مصر أعتقد كابتن حسام حسن، يعني دي وجهة نظري. والله انا بعيدا عن كره القدم انا كنت يعني احترفت البلياردو السنوكر، ولعبت مباريات باسم نادي الزمالك، فاعتقد ان دي اللعبه بالنسبه لي بعد كره القدم يعني بحبها وانا كنت مميز فيها يعني.